طيب خلينا ناخد جولة مع المصريين أو اللاعبين المصريين المحترفين في الخارج. طبعا يعني هو الفترة دي يمكن مش أحسن حاجة ممكنة، سواء اللعيبة اللي بتشارك أو حتى اللعيبة اللي انتهى الموسم بالنسبة لها. عندنا إصابة أحمد حسن كوكا، إصابة طبعا خلصت الموسم بالنسبة له بدري. نفس الأمر بالنسبة لإمام عاشور. عندنا كمان طارق حامد أصيب ومشاركش مع اتحاد جدة. وعندنا طبعا النني يعني من بداية الموسم تقريبا مش موجود مع الأرسنال. لكن خلينا نكمل ونشوف بقية لاعبين أخبارهم إيه ومشاركاتهم ومساهماتهم مع فرقهم أخبارها إيه. البداية مع إنجلترا وليفربول، نجم مصر ونجم ليفربول ونجم الدوري الإنجليزي محمد صلاح المتألق في الفترة الأخيرة الحقيقة، وإن كان طبعا تعادل مخيب للأمال في الوقت اللي كنت بتقول ها ممكن في فرصة لليفربول تحاول تخش بعد ريمونتادا. حصلت متأخر، لكن كان في أمل إن هم يخشوا من ضمن الأربعة الكبار. لكن مباراة الفريق الأخيرة انتهت بالتعادل أمام أستون فيلا بنتيجة 1-1. مدة مشاركة صلاح كانت 90 دقيقة. صنع هدف المباراة الوحيد وكان ليه محاولة وحيدة على المرمى، 8 نجح في 2 منهم، تمريراته 28 تمريرات مفتاحية واحدة، العرضيات 5 يعني منهم واحدة بس سليمة، صناعة فرص مؤكدة واحدة، خسر الكرة 25 مرة وتقييمه في المباراة 6.5 درجة. وليفربول يحتل حاليا المركز الخامس برصيد 65 نقطة، والمباراة اللي جاية ليهم هتكون أمام ساوثهامبتون. وخليني أقول إنه تهيألي يعني إنه على ليفربول إنه يراجع حساباته. يورجن كلوب مستمر مفيش كلام. يمكن الفريق كان ليه سيشن يعني جلسة تصوير قريب وبالكت الجديدة بتاعت الموسم الجديد وظهر فيها يورجن كلوب، لكن أنا بيتهيألي إنه معاناة الليفر السنة دي كانت من الصفقات المضروبة. صحيح، مش بس السنة دي، حتى المواسم اللي قبلها لويس دياز لعيب كويس، ديوجو لعيب كويس، كودي لعيب كويس، لكن ما هياش الصفقات اللي تخلي الفريق يبقى دايما بينافس على منصات التتويج سواء في الدوري الإنجليزي أو حتى في الشامبيونز ليج. مرموش في آخر مبارياته بألوان فولفسبورغ قبل ما ينتقل بقى بداية من الموسم اللي جاي لأينتراخت فرانكفورت، شارك في خسارة فريقه في المباراة الأخيرة أمام فرايبورغ نتيجة 2-0. مدة مشاركته كانت 8 دقايق بس، كان ليه محاولتين على المرمى وإهدار فرص مؤكدة مرة وحيدة، مراوغات 3 نجح مرموش في واحدة منهم، تمريراته 6 بنسبة دقة 67%، التمريرات المفتاحية 1 وخسر الكرة 4 مرات وتقييمه 6.1 درجة في المباراة اللي اتلعبت أمام فرايبورغ. فريق مرموش فولفسبورغ بيحتل حاليا المركز السابع في البوندسليغا برصيد 49 نقطة، والمباراة اللي جاية ليهم هتكون أمام هيرتا برلين في الدوري. دي فرنسا، يبقى نونت، يبقى مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر ونونت الفرنسي اللي خلاص تقدر تقول انه بين يعني اصبح بين قوسين او ادنى من العوده مره ثانيه للدوري التركي. اعتقد انه مشكلته الاخيره اثرت بشكل كبير جدا، ولكن في النهايه خلينا نشوف مصطفى محمد ومشاركته مع نونت في المباراه الاخيره اللي انتهت بخساره نونت امام مونبلييه بنتيجه 3-0. مدة المشاركة كانت 85 دقيقة، كان ليه 0 محاولات على المرمى، لمس الكرة 16 مرة، تمريرات 6 بنسبة دقة 67%، تحامات هوائية 4 نجح في 2 منهم، وتقييمه في المباراة 6.5 درجة. ونونت حاليا بيحتل المركز ال 17 برصيد 33 نقطة، والمباراة اللي جاية صعبة وتقيلة أمام ليل طبعا في الدوري الفرنسي. أمريكا أو الدوري الأمريكي، أحمد حمدي وبداية نسخة جديدة من الدوري الأمريكي. طبعاً أحمد بيلعب في فريق أف سي مونريال الكندي، ولكن طبعاً الفريق بيلعب في الدوري الأمريكي. مباراة فريق حمدي الأخيرة كانت أمام نيويورك ريد بول وخسرها أف سي مونريال بنتيجة 2-1. مدة مشاركة حمدي في المباراة دي كانت 14 دقيقة، تمريراته 5 بنسبة دقة 40%، خسر الكرة 4 مرات وتقييمه 6.4 درجة. ومونريال حاليا بيحتل المركز ال 22 في جدول الدوري، والجولة اللي جاية هتبقى أمام فورد في الدوري الأمريكي. حمدي من العناصر الحقيقة الواعدة جدا. يمكن الدوري الأمريكي أو انتقاله النادي كندي واللعب في الدوري الأمريكي مش سامح له قوي يمكن بداية موسم، لكن أنا بشوف واحد من أفضل لعيبة خط النص في الجيل الحالي للكرة المصرية. نروح لتركيا. محمود تريزيجيه لاعب ترابزون سبور طبعا اللي بيلعب في الدوري التركي
محمود تريزيجيه شارك في مباراه فريقه الاخيره واللي انتهت بفوز فريقه بنتيجه 4-1 على قره جمرك، ومده مشاركه تريزيجيه في المباراه كانت 89 دقيقه. الاهداف في المباراه دي هدفين من اصل 4، تمريراته 36 بنسبه دقه 72%، تمريرات مفتاحيه 2، صناعه فرص مؤكده 1، محاولات على المرمى 6، اهدار فرص مؤكده 2. وتقييمه في المباراه يمكن يكون واحد من افضل ان لم يكن افضل لاعب مصري محترف في الاسبوع الحالي، تقييمه 9.1 درجه. وترابزون سبور بيحتل حاليا المركز السابع برصيد 51 نقطه، والمباراه اللي جايه ليهم هتكون امام جيرسن سبور في الدوري التركي. ويمكن تريزيجيه في كلام كتير عليه انه السنه الجايه في الدوري السعودي خطوه ما اتمنهاش. صحيح يعني الدوري السعودي بقى واحد من الدوريات الكبيره، مش في المنطقه، ده بنتكلم على مستوى العالم بقى تحت الانظار، لكن يظل اللعب في اوروبا وفي المسابقات الاوروبيه بالنسبه لي انا حتى لو بتلعب في تركيا افضل بكتير. لكن في انباء بتقول انه تريزيجيه قريب جدا من اهلي جده. ونروح بقى السعوديه ونختم اخبارنا مع العميد اتحاد جده اللي قريب جدا 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 من حسم اللقب من بق الاسد، من بق النصر السعودي والهلال السعودي. الاتحاد في صداره جدول الترتيب والفارق بينه وبين النصر 3 نقاط، وعنده جوله اخيره يوم السبت اللي جاي امام الفيحاء، تعادل او فوز فيها يكفيه لحسم اللقب. ونروح لحجازي، طارق حامد طبعا ما شاركش وما بيشاركش مع الاتحاد بسبب الاصابه، لكن حجازي شارك في مباراه فريقه الاخيره اللي فاز فيها على الباطن بنتيجه 1-0. حجازي شارك لمده 90 دقيقه، افسد 6 هجمات للمنافس، التحاماته الهوائيه 2 نجح في ان هو يفوز بواحده منهم، تمريراته 48 بنسبه دقه 94%، الكرات الطوليه 7 نجح في 5 منهم، وتقييمه في المباراه 7.2 درجه. واتحاد جده بيحتل صداره الترتيب في دوري السعودي، والمباراه اللي جايه زي ما قلت لحضراتكم امام الفيحاء هتكون ان شاء الله مباراه التتويج. وبالمناسبه نبارك لحجازي، حجازي النهارده رزق بمولود جديد، الف مبروك يا احمد، يا رب يعني يفرح قلبك بيه ويحافظ لك عليه. ريان هو ابن احمد حجازي الجديد، الف الف مبروك لكابتن منتخب مصر احمد حجازي. دي كانت جولتنا مع اللاعبين المصريين المحترفين في الخارج. خلينا نستقبل وخلينا نرحب بالمدريديه، الريال، الملكي، المرنجي، بلال محسن واحمد مصطفى، هم ضيوفي في السادسه لكن بعد الفاصل.